عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة الساحل تي في. وفي إطار جولتنا في ربوع الساحل، احنا اليوم موجودين في معتمدية المكنين. جينا باش نكتشفوا مع بعضنا معتمدية المكنين، تاريخها وحضارتها، عاداتها وتقاليدها، وذاك علاش خيرنا نقطة الانطلاق في رحلتنا هذه باش نبداو بمتحف الأثري بالمكنين. مشاهدينا تابعونا في هذا الروبورتاج. جينا باستضافة السيد محمد جلاسي، هو كاتب ومؤرخ لتاريخ وثقافة وحضارة المكنين. هو كاتب برشا كتب على تاريخ المكنين، وهذاك علاش اليوم باش نبداو معاه رحلتنا في متحف المكنين. عسلامة سي محمد. عسلامة انت، مرحبا بكم، مرحبا بمشاهديكم. احنا اليوم جينا في المتحف، شنو تنجم تحكي لنا عليه سي محمد؟ المتحف الاثري بالمكنين، فما برشا عباد ما تعرفش تاريخ المكنين والحاجات كيما نشوفوا اللي التابلو في فوسيفوسي هذيا، قلت لي اللي هي اكبر تابلو في تونس حسب ما يقولوا. هي هذا المتحف هو متنوع، فيه اللباس التقليدي، فيه الصناعات التقليديه القديمه اللي معروفه بها المكنين، القلالات، وفيه جزء يعني تاريخي للاثار، لبعض الاثار الموجوده التي وجدت في هذه الربوع. شوفوا زاده اللي المكنين معروفه زاده بالفخار سي محمد، نجموا نحكيوا على الفخار في ركن الفخار، نمشيوا مع بعضنا. الفخار في المكنين هو تاريخيا يعني قديم برشا، والدليل على ذلك ما نراه في هذا الركن من قطع فخارية تعود للعهد البوني، للقرن الثالث والرابع قبل الميلاد، والبعض متاعها يعود للعهد الروماني، يعني القرن الأول والثاني بعد الميلاد. يعني هذا ما يدل على أنه تاريخ الفخار ضارب في القدم، أنه الفخار في المكنين يعني قديم جدا، منذ العهد البوني مرورا بالعهد الروماني والعهد البيزنطي. سي محمد، زيدا باش نحكيو على الصاغه والحليل هنا في المكنين والذهب، تحكينا شوي على الجانب هذا. بالتاكيد هو كيف كما حكينا بكري على الفخار، المصوغ التقليدي تاريخيا قديم برشا في المكنين، لانه هنا في المكنين في 1535 على اثر هجمه الاسبان على المهديه اثناء الصراع العثماني الاسباني، الجاليه اليهوديه اللي كانت في المهديه هربت وجات استقرت في المكنين، وكانوا اغلبهم حرفيين في صناعه المصوغ. وقت اللي جاءوا في 1535 اسوا يعني جابوا الصناعه هذه المكنين، وهي من ذلك التاريخ الى يوم الناس هذا موجوده وتعرف بها المكنين، وسوق المسوق في المكنين هو واحد من اكبر الاسواق المسوق في البلاد. سي محمد، باش نحكيو شويه زاده لهنا موجود في المتحف، العادات والتقاليد والاعراس في المكنين، اللبسه نتاعهم، المسوق نتاعهم، الحولي نتاعهم، شنو تنجم تحكي لنا؟ كل لباس يمثل يعني يمثل نوعيه خاصه من المجتمع، مثلا هذا اللباس اللي من هنا من بالمنديل هو لباس المراه الارمله. ثم هنا بالنسبة لللباس اللي على جانب العروس هذه على اليمين هو لباس الفتاة، يعني العزباء. وقت اللي تشوف اللباس متاعها تعرفها اللي هي عزباء، هل هي أرملة، هل هي امرأة متزوجة، هل هي عروس، يعني من خلال اللباس تعرفها. سي محمد، جينا تو الركن اللباس التقليدي الرجالي، شنو تنجم تحكينا على المكونات اللبسة؟ هذا اللي أمامنا هو اللباس التقليدي الرجالي اللي من هنا، لباس الشتوي، وهو القطعة الأساسية فيه هي الكدرون، وهو يكون مصنوع من الصوف، ومعها بقية القطع الأخرى الفرملة والسورية والشاشية وغير ذلك. نعم، ثم البشكير، واللي من هنا هو اللباس التقليدي الصيفي
وهو القطعة الأساسية فيه هي البلوزة المدورة أو البلوزة العربي، وبقية القطع الأخرى السروال العربي والسورية والبدعية إلى غير ذلك. عسلامة حمدي. حمدي دباش، أنت تخدم لهنا في المتحف في المكنين، وباش نسألك شكون المسؤول اللي لما الكوليكسيون هذية متاع اللباس في المتحف؟ الوالدة هي قامت بتأثيث المجموعة هذية الكل، وقع تكريمها عام 2008 في الكويت، اختارها الأم المثالية العربية، كرمتها ملكة الكويت، قامت هي بتأثيث المجموعة الكل، قامت قدمت القلادة والتليلة متاعها للمتحف، حابة تخليهم تذكار للمدينة المكنين في متحف المكنين بالذات. كما نشوفوا اللبسة هذه المزيانة، شنية شنو تنجم توصف؟ معناها نجم نعطيكم فكرة كبيرة برشا، نعرف القطع الكل، العروسة شنو مثلا هذه عندها البوندة، عندها الفرق، عندها البوشية، عندها المحرمة، عندها القمجة، القلايد، التليلة في تتلبس في الرقبة، عن الخلقال الذهب، عن السروال العربي، عن السورية، عن صح. حمدي ونشكر لك الوالدة، وإن شاء الله في زيارة قادمة نزوروها، يعني مدام هي يعني المرأة الفاضلة هذه تبرعت للمتحف بمثل القطاعة هذه الثمينة. سي محمد، زادة لاحظنا اللي اكتشفنا في أروقة المتحف الرخامة هذه مكتوبة، يعني بال يعني تنجم تحكين على تاريخ الرخامة هذه؟ هي نقيشة تؤرخ لتأسيس وبناء أول جامع بالمكنين، أول بناية شيدت بالمكنين هي جامع سيدي بوعبانة، وهو موجود إلى الآن. والنقيشة يذكر فيها أن هذا الجامع تم بناؤه بأمر من المستنصر الحفصي ابن أبي زكريا الحفصي في 650 هجري الموافق ل 1252 ميلادي، وهذا الجامع موجود إلى يوم الناس هذا. وهذه النقيشة تؤرخ لتأسيسه وبنائه. إذن مشاهدينا نوصل إلى نهاية روبورتاجنا اليوم من برنامج ثقافة وتراث اللي بديناها مع سي محمد جلاسي وحمدي دباش، اللي حكاونا على تاريخ وثقافة وعادات وتقاليد مدينة المكنين. مشاهدينا إن شاء الله استمتعتوا معنا بالروبورتاج واللي قدمناه في الروبورتاج اليوم، وإن شاء الله في متابعات أخرى لأهم المعالم وأهم المناطق والتاريخ معتمدية المكنين. مشاهدينا إلى اللقاء.